السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. زي ما اتفقنا، سوبر نينو تدبير وتوفير وسهولة وصفحة منوعة. النهاردة عاملة لكم فيديو حلو عن مسكرة الحواجب بالنسبة للمبتدئين. مسكرة الحواجب يا بنات، يعني عايزة اقول لكم ان هي يعني لها مميزات ولها عيوب، عشان برضو ما اكدبش عليكم واقول لكم كل اللي يخصها. اول حاجة ده شكل المسكرة بتاعتي. عايزة اقول لك ان دول نوعين، دي ب 15، دي ب10 جنيه، ودي ب15 جنيه. الفرق ما بينهم الريحة بس، تمام؟ خلينا متفقين على كده، الفرق ما بينهم الريحة. بصي من جوه شكلها، اما 15 جنيه ليها ريحة اكن فيها قهوة مش اكتر. نابصي هي تمام. بس كده. بتجيب الدرجة كام؟ بتجيب، انا بجيب منها في الدرجات دي او دي، بجيب رقم 3، يا 3 يا 4 يا 5، يعني الدرجات دي. لان المسكرة عودي نفسك ان هي بتغمق معاكي، بتغمق درجتين. يعني بصوا احنا مثلا هنجربها كده، بصوا اهي، بصوا دلوقتي لونها ايه، ركزوا فيها بقى كمان شوية واحنا قاعدين كده، لما تنشف هيبقى لونها ايه. بصوا دلوقتي لونها اهي، تمام. المسكرة دي متوفرة عند اي مستحضرات تجميل. لو عايزة مسكرة حواجب ثابتة ما بتتمسحش بسهولة، لما تحطيها على حواجبك مش بتمسح بسهولة، ثابتة جدا جدا جدا. لازم تمسحيها بمنديل معطر او منديل الميك اب، تمام. فهي حلوة قوي في كده، بس استخدامها لازم تستخدمي معها قلم حواجب، مش عارفة تستخدميها كده لوحدها. ليه يا نينو؟ هتيجي تستخدميها كده لوحدها هتلاقيها طالعة ونازلة، مش عارفة تظبطي حواجبك بيها. عشان ابقى كدابة قلتلك هتشتغلي بيها كده لوحدها على طول، لازم معاها قلم حواجب. الناس اللي بتحب درجات البنيات تجيب الفواتح عشان هتغمق معانا. بصوا دلوقتي اهي، كل ما بتنشف بصوا لونها بيتغير ازاي، بتغمق. فانتي ما تروحيش تجيبي الدرجه الغامقه وتغمق معاكي تديكي الاسود او تديكي البني المحروق. لو انت عايزه الحاجات الفاتحه دي، حلاوتها ان هي تستخدم كتشقير. لو انا قاعده كده في البيت او ان انا حابه اني اشقر حواجبي، حلوه قوي كتشقير، ان انا كمان اديها كده خط كده خفيف هتدي معايا تشقير، تمام. وبعد كده بظبط بالكونسينر، يا اما برضو بقلم الحاجب لو انا مش بحب ارسم اصلا، احطها هي واحط كده كونسينر كده حواليها واظبط بيها واشقر بيها حواجبي، يا دوبك امشي كده حاجه خفيفه. حلو الكلام. دي مميزاتها. طب ايه عيوبها يا نينو؟ عيبها الوحيد اي نوع مسكره غاليه او رخيصه، عشان ما تفكروش بتكلم على الرخيصه بس، عيبها الوحيد ان انت لو تقلتيها بتنشف الحواجب معاكي قوي، بتنشفها وتخليها كده تبقى منشيه كده، تبقى وتحس ان الحاجب تقل قوي كده وبقى شبه بتاع يوسف داود، عارفاه اللي هو الكبير ده. عارفاه بيبقى منظر اللي هو الكبير ده. فانت لما تيجي تحطيها لازم تحطي منها على خفيف، وما تعيديش، ما تبديش راحه جايه بيها راحه جايه بيها. هو ده عيبها الوحيد، ان انت لو حطيتي خط واحد وظبطتيها مع القلم وظبطتي كده هتبقى حلوه جدا جدا جدا. انما لو تقلتيها هتبقى بايخه قوي قوي قوي. بصوا يا بنات بقى لما نشفت، بصوا اللون اختلف ازاي، بصوا ده كمان في الكاميرا مش باين قوي، ده بصوا تقل، بصوا بصوا الدرجه، بصوا اختلفت. شفت اول ما حطيناها كانت عامله ازاي، بصوا بعد كده عامله ازاي. ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت كل ما تحطي، كل ما تجيبي درجه فاتحه افتح بتتمقي معاكي درجتين، فلازم تجيبي الدرجه اللي انت عايزاها افتح درجتين عشان تديكي الدرجه اللي انت عايزاها بالظبط. هي حلوه قوي وسهله قوي في الاستخدام. طبعا مش من اول مره هتظبط معاكي، مره مع التانية مع الثالثه هتايدك هتاخد عليها وتعرفي ان انت تشتغلي بيها. عايزه اقول لك برده على سكه مهمه، ان انت قبل ما تعملي اي حاجه في حواجبك لازم تروحي الكوافير تخليها تظبط لك حواجبك على رسمه الحواجب اللي بالقلم. انت بتقولي لها، هي بتسالك انت عايزاها عاديه ولا هترسميها. لو انت بترسمي هتقولها برسم، فهترسمها لك ان انت يا دوبك تمشي بالمسكره او بالقلم او بالباودر او بالجل على طول. فالتكه دي مهمه جدا، اول مره تاني مره هتظبط معاكي. لازم معاها قلم حواجب في المسطر، قلم حواجب في المسطر عشان تظبطي بيه الحاجب، بعد كده ترسمي بيها من جوه، وما تحطيش تقيل عشان ما تبقيش شبه يوسف داود بحواجبك كده وتبقى طالعه يمين وشمال كده، ماليش دعوه انت حره. بس ده كل اللي يخص المسكره. المسكره دي الفرق ما بينهم زي ما قلت لك الريحه، انما الاثنين واحد،
دي زي دي حلوة قوي، سهلة في الاستخدام بالنسبة للمبتدئين. بصوا امسحها معاكم، بصوا اهو، ايه رأيك؟ متتمسحش، اهي ثابتة، بصي متمسحش ازاي، اهي بصي متمسحش. لازم بقى يا اما بمناديل معطرة يا اما بمزيل ميك اب، ولازم يا اما تغسليها بميه وصابون كويس قوي. فهي حلوه قوي بقى في الحوار ده، ان انت لما تمشي في الشارع مسحتي وشك، عملتي كده، حطيتي ايدك عند عينك، يعني مش هتتمسح معاكي ولا تبهدلك وتخليكي شبه العفاريت، لا حلوه قوي قوي قوي. ده كل اللي يخص مسكره الحواجب. انا حبيت اجمع لكم كل المعلومات في فيديو واحد. شوفوا لو حابين تسالوا عن ايه وانا معاكم هجاوبكم على كل حاجه. ويا ريت تقولي لي رايكم، والناس اللي جربتها والناس اللي بتجربها، وكل واحد يقول رايه ويقول تجربته. ما فيش اي مشكله لو اختلفنا، ما فيش اي مشكله لو انت قلتي لا وحشه انا قلت لك لا حلوه. انا بديكم رايي وبديكم الحاجات اللي انا جربتها، وانتوا كمان بتدوني رايكم. ولو انتوا تعرفوا حاجات مفيده او وصفات حلوه او حاجات حلوه انتوا اديها لي، انا برضو بنوته زيكم وعايزه اعمل برضو ماسكات، عايزه اشتري حاجات حلوه، فاللي عارف حاجه يفيد التاني. ده كان فيديو النهاردة، واستنوني في فيديو جديد، وهستنى رأيكم في الكومنتات. ها ما تنسوش، وما تنسوش بقى تدعموني كده بلايك حلو منكم. ويا ريت تشتركوا في القناة لو عجبتكم، وتقولوا لي ايه الفيديوهات اللي حابين نتكلم فيها. واستنوني في فيديو جديد وفي وصفة جديدة مع نينو.